أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد فاز معنا في هذا الأسبوع في مسابقة أجمل تلاوة التي يقيمها مسجد لالا باشا المتسابق عمر رابعة. طبعا تلاوته جيدة وطيبة، ولكن هنالك بعض الملاحظات التي ينبغي أن يتنبه لها. فمثلا هو قرأ عند قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ثم وقف، ثم بدأ من قوله تعالى: تفرقوا واختلفوا. طبعا ينبغي أن يعود قليلا إلى الوراء من أجل أن يتم المعنى فتكون جملة واضحة بينة. من قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ثانيا عند قوله تعالى: تبيض وجوه، طبعا الباء هنا ساكنة فينبغي أن تكون مقلقلة صغرى، فينبغي أن تقرأ هكذا: تبيض وجوه. نتمنى له دوام التوفيق، ولجميع المتسابقين الشكر، لأصحاب المشاركات كافة، ونخص منهم أصحاب أفضل مشاركات المتسابق عدنان ضيا وعبد الوهاب مصلي وأسامة قطيط، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما عن الآيات المختارة لمسابقة الأسبوع القادم فهي من سورة الزمر من الآية 73 إلى الآية 75، أي إلى نهاية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.